أحسن الله إليكم. يقول السائل الشيخ: الحركة الكثيرة في الصلاة، يأتي رجل من خلف المصلين في المسجد فيحرك البعض من الناس في الصفوف الأولى حتى يتسنى له مكان يقف فيه، إذا تيسر هذا بدون أن يؤذي المصلين فلا بأس، أما إذا كان يؤذي المصلين ويشوش عليهم فلا يفعل هذا، ينتظر حتى يأتي من يصف معه خلف الصف. نعم.